العمليات العسكرية في مدينة الموصل استؤنفت مرة أخرى بعد توقف قصير لإعادة ترتيب الأوراق والأهداف، حيث شنت القوات العراقية المشتركة هجوما واسعا على المناطق الواقعة في المحور الشمالي للساحل الأيسر لمدينة الموصل، وتمكنت من تحرير أكاديمية الشرطة ومديرية تسجيل المركبات التابعة لمرور نينوى ومعمل الإسمنت ومنطقة الهياكل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها. قيادة العمليات المشتركة أكدت أن المرحلة الثانية ستشهد فتح محاور جديدة على ما يسمى بتنظيم داعش من عدة اتجاهات، بهدف تشتيت جهده وعناصره على أكثر من مكان لإضعاف قدراته قبل الهجوم الواسع على المناطق التي لا زالت تحت سيطرته. وبالتزامن مع الهجوم على الساحل الأيسر، بدأت قيادة الشرطة الاتحادية عملياتها التمهيدية للهجوم على الساحل الأيمن ابتداء من منطقة وادي حجر مرورا بمعسكر الغزلاني، ومن ثم مطار الموصل، وسط توقعات بأن تكون المعارك المقبلة معارك عنيفة جدا. استراتيجية جديدة بدأت تستخدمها القوات الأمنية العراقية بفتح محاور عدة من أجل تشتيت عناصر تنظيم داعش، الأمر الذي سيسهل عملية اقتحام المدينة. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد.